في وقت تعيش فيه الجزائر انسدادا سياسيا استثنائيا، يقود الجانب العسكري في الجارة الشرقية مناورة وصفت بالخبيثة، فأي دلالة لهذا التحرك ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ ممكن يخلينا نفكروا باللي حبوا يستغلوا الفرصة أو يزيدوا يعمقوا في الأزمة الجزائرية بتوجيه تهديدات غير مباشرة إلى بلادنا. كل الدول التي لا تركع ولا تخضع لتلك القوة تواجه تهديدات من هذا الغرض. اشتباكات دامية جنوب العاصمة الليبية، توتر كبير على الحدود الجزائرية قد ينبئ بأزمة أمنية مستقبلا حسب شاهد عيان من ليبيا. الاشتباكات الآن في هذا الوقت تتهضري معايا، الاشتباكات راه نسمع في الاشتباكات يعني تضرب طرابلس كلها. يعني ما يحصل الآن في ليبيا طرابلس حقيقة يعني مصادفة غريبة قليلا مع ما يحدث في الجزائر، خاصة ونحن نرى يعني الدور اللي يعني ممكن يصل إلى السلبية من الجزائر لعدم التدخل لمحاولة يعني فك الاشتباك بين الفرقاء. في وقت ينصب اهتمام الجزائر نحو كيفية الانتقال الديمقراطي السلس في السلطة، تحاول أطراف ممن تخدم أجندات أجنبية، تحاول يائسة التأثير ولو استعراضيا، متناسية أن الجيش الجزائري يحتل المرتبة 23 في تصنيف جلوبال فاير باور لأقوى جيوش العالم لعام 2018، وارتقى بثلاث درجات عن التقييمات السابقة، محتلا المرتبة الثانية عربياً.